الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، مع برنامج تغنى ورتل، هذا البرنامج القرآني الذي يأتيكم في كل يوم جمعة من الساعة الخامسة وحتى السادسة والنصف بإذن الله تبارك وتعالى. هذا البرنامج القرآني الذي نتعلم فيه شيئا وسويا شيئا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى جل في عالي سماه. هذا البرنامج القرآني الذي نستضيف به بين الحين والآخر بعض المتصلين ممن تكون قراءتهم طيبة أو تكون قراءتهم متوسطة، لكن تشجيعا لهم وإكراما لهم حتى يستمروا في تلاوة وقراءة وتعلم القرآن. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه الاتصالات من أبنائنا وبناتنا على مدار الحلقة. هذا البرنامج القرآني الذي نتعلم فيه الثوابت الإسلامية التي يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يحيا عليها وأن يعيش عليها وأن يلقى الله سبحانه وتعالى بها وعليها. وكعادتنا، وقبل أن نبدأ بهذه الحلقة وفي هذه الحلقة نعرف بمن كان معنا وبمن سيكون معنا في هذه الحلقة المباركة. فمعنا من الطلبة عن يمين الشاشة معنا مصطفى حسن، أيضا معنا الطالب صهيب هشام عويمر، أيضا معنا عبد الرحمن الهيضمي، كذلك معنا الطالب خالد وليد دحسان. نعم، سبحان الله، ذهب عن بالي مباشرة. أهلا وسهلا بك يا خالد. وكعادتنا أن أول ما نبدأ به تلاوة القرآن الكريم، نقرأ ذلك سويا بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. بل أنتم بهديتكم تفرحون. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. أعيدوا. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني
بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. وإني عليه لقوي أمين. معنا اتصال، معنا حمزة الشلودي من عمان، تفضل يا حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقرأ من آخر سورة العنكبوت. تفضل. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدين إنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما شاء الله، قراءتك جميلة حمزة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك يا حمزة لما يحب ويرضى. معنا أيضا عبد الله عمر من معان، تفضل يا عبد الله. شيخ بدي أقرأ من سورة الكهف. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. كيف حالك عبد الله؟ الحمد لله. أي صف يا عبد الله؟ أنا طالع عاشر. قراءتك جميلة يا عبد الله و متقن انت يا عبد الله وقراءتك جميله وصوتك جميل، لكن هنالك بعض اشياء في الاحكام التجويد زي الاظهار احيانا تاتي به اخفاء شفوي وهكذا يعني.
ففي بعض دقائق الأمور تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى دروس في التجويد، ذهاب إلى المسجد. أنت تذهب يا عبد الله إلى دور القرآن، دور التحفيظ؟ كنت بروح. لا، إحنا بنياك تستمر يعني، حتى أنه يعني هذه الأشياء الدقيقة الإنسان يتقنها ويصبح قوي فيها. قراءتك جميلة، إجمالا قراءتك جميلة يا عبد الله، صلى الله لك التوفيق إن شاء الله. معنا قصي مهند من رصيف، تفضل يا قصي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. بقرأ من سورة الذاريات. تفضل. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم عن النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قريبا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كيف حالك يا قصي؟ الحمد لله. قراءتك جميلة يا قصي ومتقنة. قصي، أنت تذهب إلى دور القرآن في المساجد أو خارج المساجد؟ نعم. الآن أنت مسجل في دورات التحفيظ أو تعلم القرآن في المساجد حاليا؟ نعم. جميل جميل، نريد منك أن تستمر يا قصي هذه القراءة، نريد منك أن تطور هذه القراءة وتتعلم أكثر حتى تكون القراءة أجمل. فقراءتك جميلة لكن بإمكانك تكون أفضل من هيك يا قصي. معنا ألاء وآية وزيد الحلواني من الزرقاء، تفضل يا ألاء. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياكم الله. شيخ، بدي أقرأ سورة التكوير. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار بطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا أسعف والصبح إذا تنفس إنه لقول
قول رسول كريم صدق الله العظيم. قراءتك جميلة يا آلاء، قراءة جميلة وقراءة متقنة. استمري يا آلاء معنا في التدرب، وكل ما تتعلمي شيء من القرآن اتصلي بنا حتى نستمع إليه، هذا يكون إنجاز يعني لك خلال الأسبوع، خلال فترة الأسبوع تعلمي شيئا واتصلي بنا حتى نستمع إليه إن شاء الله. معنا أيضا آية، تفضلي يا آية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كيف حالك يا آية؟ الحمد لله. قراءة جميلة يا آية، لكن هنا فلا تذهب نفسك، السين هنا مضمومة يا آية، السين هنا حرف السين هنا مضموم، نفسك. طيب أعطيني زيد يا آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القط، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. قراءة جميلة يا زيد، أسأل الله لك التوفيق يا زيد. طبعا ألاء وآية وزيد ننصحكم يعني بالاستمرار بالذهاب إلى دور القرآن، وخصوصا يعني في فصل الصيف، في العطلة الصيفية وبعد العطلة الصيفية، يعني الدورات الدائمة الإنسان يتدرب أفضل، يكون دائم أفضل من أن يقطع، يعني يدخل فترة ويقطع فترة أخرى، إن شاء الله يستمر دائما يكون في الدورات الدائمة أفضل. يعني معنا محمد عبد الله من الكرك، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الله يحفظك، الله يحييك. السلام عليكم شيخنا، كيف حالك سيدي؟ الله يحفظك، حياكم الله. الله يحفظك فكر مرسيدي. تفضل. الله ينفع فيك وفي علمك. إن شاء الله أنا حاب أشارك بصورة النساء بإذن الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا
خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا محروقا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم فلا يجدون عنها محيطا. كيف حالك أخ محمد؟ السلام ورحمة الله. ايش طبيعة عملك يا اخ محمد؟ انا سيدي مؤذن مسجد والله. جميل، قراءتك جميلة وقراءتك متقنة والمخارج جميلة عندك وقراءتك رائعة اخ محمد. نسأل الله لك التوفيق، لكن نريد منك الله يحفظك شيخنا، الله يكرمك، نريد منك ان تكون لك حلقات في التجويد في المسجد عندكم، تكون لك حلقات وتعلمها الصغار، يعني نريد منك ان تمسك خصوصا يعني هذا الجيل الصغير، نريد منك يعني ومن امثالك ممن تكون قراءتهم طيبه ان يعتنوا بهذا الجيل، يعني جزاك الله خير. الله ينفع فيك. نريد منك يعني شيئا جديدا ان تمسك يعني تعمل حلقه عندك في المسجد للصغار ان شاء الله. مستعدين وباذن الله تبارك وتعالى الشهاده ونعتز فيها ونفتخر فيها باذن الله تبارك وتعالى. الله ينفع فيك شيخنا ان شاء الله. حياكم الله، الله يجزيك خير. الله يكرمك. معنا نور ابو السندس من عمان، تفضل يا نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في حالك يا نور. الحمد لله. أي صف يا نور؟ صف ترفيع سادس. إيش بتعرفي تقرأي غير سورة الحديد يا نور؟ بعرف سورة مريم حافظ 6 أجزاء من القرآن. طب إيش حافظة؟ وحافظ 6 أجزاء من القرآن. إيش الأجزاء هم؟ جزء 29 وجزء 28 و27 و26. طب اقرأي لنا من سورة الحجرات. الحجرات؟ نعم. يلا عن حقرأي لنا من المصحف يعني. ياسين؟ لا سورة الحجرات. حجرات استنى. انت معك المصحف يا نور؟ طب الو. اي نعم. انا محمد. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. يلا خلينا ندردش معك قبل ما تيجي نور. يلا كيف حالك؟ الحمد لله. ايش بتعرف تقرا القران يا محمد؟ نعم. انت تدربت على القران يا محمد؟ نعم. تذهب الى دور القران؟ نعم. طيب جيد جيد. نريد منك دائما أن تتصل معنا يا محمد. الحمد. طيب أعطينا نور. ما فيها. ألو. يلا يا نور. أي شيخ خربطت في السورة. طيب يلا. بطل أقرأ سورة ثانية. اقرأ. أعوذ بقرأ سورة الصف. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب كيف حالك يا نور؟ الحمد لله. نور أعطينا تليفونك. أعطي تليفونك للإخوة في الكنترول. حاضر. لا تغلق الهاتف اعطيهم اياه قد تكون لك يعني. شيخ بقدر اخوي يقرا سوره؟ فليقرا يلا. خذ. الو. تفضل يا محمد. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائلا بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المراجع. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. حالك يا محمد. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميما حميما. كيف حالك يا محمد؟ نعم. انت اسمك محمد ولا لا؟ كيف حالك؟ الحمد لله. نريد منك يا محمد دائما ان تتدرب على شيء جديد
وتقص نعم. المعنى يا محمد ان شاء الله. ان شاء الله. الله يجزيك خير. معنا رؤى ابو شهاب من الزرقاء، تفضل يا رؤى. السلام عليكم. طولنا عليك يا رؤى احنا. عادي. تفضل. بدي اقرا سوره النازعات. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واقفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافية أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. كيف حالك يا رؤى؟ الحمد لله. أي صف يا رؤى؟ صف خامس. إحنا عمرنا استضفناك يا رؤى؟ لا. طب إيش بتعرف تقرأ يا رؤى أنت؟ سور القرآن جزء عما. أين؟ إيش كمان؟ سورة القيامة. نعم. وبعض سور الآخر. جميل، انت قراءتك جميله يا رؤى، وانت دائما تتصلين، يعني انا الاسم هذا متردد علي كثيرا في هذا البرنامج. طب اعطينا تليفونك يا رؤى، اعطي تليفونك للاخوه في الكنترول ان شاء الله. ان شاء الله تسكر الخط يعني. طيب معنا احمد حسين من الزقاق، تفضل يا احمد. طولنا عليك احنا. الو. تفضل. تفضل يا احمد. تبارك. تفضل يا احمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما طغى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. قراءتك جميلة يا أحمد. أي صف يا أحمد؟ ترفيع سادس. طيب أحمد أنت تذهب إلى دور القرآن، دور التحفيظ في المساجد؟ بروح. النادي الصيفي سجلت فيه يا أحمد؟ بكرة هتسجل. طيب من إياك تسجل يا أحمد. كويس جميل، الله يجزيك ان شاء الله. ان شاء الله. معنا يقين منصور من المفرق، تفضل يا يقين. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا يقين. بدي اقرا سوره الغاشيه. تفضلي. بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم إن إلينا مش إنا إلى إن إلينا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. كيف حالك يا يقين؟ الحمد لله. أي صف يا يقين؟ ترفيع خامس. طيب سجلتي في النادي الصيفي يا يقين؟ بدي أسجل. سجلي عشان تستفيدي أكثر وتعلمي أكثر ونريد منك يا يقين أن تستمري معنا يعني تتعلمي شيئا جديدا. يا شيخ أخوي الصغير كمان. طيب خلي يقرأ. عنده 4 سنين بدي يقرأ. خلي يقرأ. سورة الفاتحة. يا ذا العبد يا ذا الحمد الله واحد ولا يا ذا العبد يا ذا الحمد ورب الذي نعمت عليه ولا الصالحين. طيب نريد آمين. شو اسمك انت؟ ايش اسمك؟ السلام عليكم يا شيخ. سلام كيف تفضل. انا عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. بقرا سورة الاخلاص. تفضل. هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قوة. قراءتك جميلة عبد الرحمن. نعم. عبد الرحمن سجلت في النادي الصيفي؟ آه. طيب نريك نريك دائما سمعنا صوتك الجميل، الصوت الجميل هذا دائما نسمعه. نعم. فنريد منك أن تتدرب على صور قصيرة أخرى ونستمع عليها إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله. أختي بتقرأ يا شيخ. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأكبر. ما شاء الله جميل جميل أن يجعل الإنسان أنا اسم مياه. ما شاء الله اسم جميل يا مياه جميل أن يجعل الإنسان أبنائه يقرؤون القرآن ويدربهم على القرآن ويفتح لهم المجال أن يتصلوا ليقرأوا القرآن هذا من تعظيم القرآن سبحانه وتعالى تعظيم القرآن الكريم تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى وتعظيم كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. معنا مثنى الفقهاء من الطيبة تفضل يا مثنى. معي يا مثنى. ألو ألو السلام عليكم. تفضل يا مثنى. كيفك يا دكتور؟ الله يحفظك. لست دكتورا تفضل. كيف صحتك؟ الله يحفظك. شيخ بس والله تقيمني من عندك يا دكتور بعلمك بس. بدي أقرأ لك بالأحكام بس تقيمني. تفضل. الله يجزيك شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم
خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كيف حالك أخ مؤثنة؟ حياك الله دكتور. الله يسعدك. الله يحفظك. ايش طبيعة عملك يا مثنى؟ انا دكتور مخلص ما بكالوريوس، بكالوريوس تاريخ جامعة يرموك. ما شاء الله قراءتك جميلة، يعني قراءتك متقنة و... يعني اجمالا قراءة جميلة يا مثنى، قراءتك جميلة وقراءتك رائعة يعني. اخ مثنى نريد يعني الان الاولاد الصغار يحتاجون الى مدرسين، يعني العدد الكبير من الاولاد يحتاج الى عدد كبير ايضا من الذين يدرسون القران، فنريد منك يعني في المسجد القريب عندك في المسجد تذهب الى الامام، تساعد الامام، تساعد المؤذن على ان تمسك الاولاد الصغار في حلقه القران ايضا. الله كريم يا شيخ، الله كريم. يعني احنا نريد منك ايضا بما انك تعلمت القران نريد منك ان تعلم، خيركم من تعلم القران وعلمه. جزاك الله كريم. الله كريم يا شيخ، الله كريم. حياكم الله، الله يجزيك خير. معنا ريماس وفاطمه العمري من اربد، تفضلي يا ريماس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أقرأ سورة الأعلى. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. صدق الله العظيم. كيف حالك يا ريماس؟ الحمد لله. هنا فجعله غثاء، فجعله غثاء هكذا مثلا، هم فجعله، انت قلتي فجعله، فجعله غثاء أحوى، فجعله غثاء هنا ايش؟ فجعله، انت الان يعني فجعله غثاء أحوى، مش فجعله غثاء، فجعله غثاء أحوى، فجعله غثاء أحوى. طيب أعطيني فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بدي أقرأ سورة قاف. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كيف حالك يا فاطمة؟ الحمد لله. التحقت في دور القرآن في النادي الصيفي يا فاطمة؟ لا. طيب ليش ما تلتحقي يا فاطمة؟ نريد منك أن تلتحقي إن شاء الله. التحق أقرب مسجد عندكم،
اذهبي الى دار القران وتعلمي يا فاطمه حتى الانسان يستفيد من شغله. تقرا. فلتقرا. السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمه. انا عايده. تفضلي يا عايده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. كيفك عايدة؟ الحمد لله. التحقتي في دار القرآن يا عايدة في المسجد؟ لا. طيب إياك تروحوا جميعا أنتم جميعا يعني ريماس وفاطمة وعايدة تذهبون إلى دور القرآن في أقرب مسجد وتلتحقون في النادي الصيفي حتى تتعلمون أكثر يا عايدة. إن شاء الله. إن شاء الله. نرجع إليكم الآن، اقرأ يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ما شاء الله قراءة جميلة يا مصطفى، اقرأ يا صايف. فما كان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا
فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أيها الإخوة الأخوات، يعني فاصل ونرجع إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا. برنامج يستقبل اتصالات أولادكم وبناتكم طيلة زمن الحلقة. هذا المسجد يعرفنا، ملأت سنين. برنامج يستضيف المتصلين ممن تكون قراءتهم طيبة. برنامج نعيش فيه معكم مع وحي السماء، مع كلام الله سبحانه وتعالى. من إعداد وتقديم أيمن جمعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، عدنا إليكم بعد فاصل قصير. نرجع إليك يا صهيب، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. اقرأ يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم. لحظة، كأنه في مكالمات يعني قبل أن نبدأ. معنا اتصال، معنا أسماء. أبو ندى من عمان، تفضل يا أسماء. تفضل يا أسماء. أعوذ بالله من الشيطان. مرحبا عمو. حياكم الله، تفضلي. مرحبا عمو، تفضلي. تفضلي يا أسماء، اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل
وهذا قوي. يا أسماء اسمعي أسماء شديدا من لدن أسماء اسمعيني من الهاتف يا أسماء. نعم اسمعيني من الهاتف لا تسمعيني من التلفزيون اسمعيني من الهاتف. طيب تفضلي يا أسماء. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل هو عوجا. طيب قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه غضبا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كيف حالك يا أسماء؟ فلعل تباغعا نصت على صارهم إن يؤمنوا بهذا. أسماء كيف حالك يا أسماء؟ على الأرض تلقى ونبلوهم أيهم أحسن عملا. أسماء كيف حالك يا أسماء؟ الصوت مش واضح يعني قراءتها مش واضحة عندي. الحمد لله قراءتك ما كانت واضحة لكن محمد بيقرأ. اي صف يا اسماء؟ ثامن. طيب نريد منك يا اسماء ان تتدربي جيدا وتذهبي الى دور القرآن ماشي يا اسماء؟ ابن عمي بيقرأ. طيب خليه يقرأ. اسمي محمد بن ندى. تفضل يا محمد. كيف حالك؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ أي صف يا محمد؟ ترتيب رابع. طيب نريد منك يا محمد أن تذهب إلى دور القرآن في نادي الصيفي ماشي يا محمد؟ ماشي ماشي الله يزيد. معنا محمد وشفاء عبد الله من الزرقاء. تفضل يا محمد. تفضل محمد. معي محمد وشفاء. يقرأ سورة الشمس. طولنا عليكم بالهاتف احنا. طولنا عليكم في الانتظار. السلام عليكم يا شيخ. تفضل تفضل. تفضل. بقرأ سورة الشمس. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذا انبعث أشقاها مش إذا
إذ انبعث، إذ انبعث، إذ انبعث أشقاها. ما كيف؟ انبعث أشقاها. كيف حالك يا محمد؟ أنا شفاء يا شيخ. أنت شفاء؟ أه يا شيخ. قراءتك جميلة يا شفاء، ليش بتذهب إلى دور القرآن يا شفاء؟ أه يا شيخ. النادي الصيفي سجلتي به؟ طيب اعطيني محمد. حاضر. السلام عليكم. سلام، كيف حالك محمد؟ الحمد لله. تفضل يا محمد. شيخ انت قلت لي اقرا سورة النبأ. طيب يلا اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. والجبال مش والجبال، والجبال والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. كيف حالك يا محمد؟ بنينا فوقكم سبعا شدادا. معي يا محمد؟ نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. سجلت في النادي الصيفي يا محمد؟ نعم. نياك تسجل في النادي الصيفي وتتعلم القرآن يا محمد. ان شاء الله. ان شاء الله، حياكم الله. اقرا يا عبد الرحمن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. أيها الإخوة الأخوات، أما الآن فحان موعد فقرة الجمهور، فمعنا يعني سيكون معنا بعد قليل ضيف البرنامج أحد الأولاد ممن قرأ علينا عبر الهاتف وكانت قراءته طيبة، ففاصل ونواصل فابقوا معنا. مع برنامج تغنى ورتل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، كما عودناكم أن هنالك فقرة يعني في آخر بعض الحلقات تكون للمتصلين ممن يتصلوا معنا عبر هذا البرنامج وتكون قراءته طيبة أو تكون قراءته متوسطة، لكن تشجيعا له ليستمر في قراءة القرآن. وكان ممن اتصل معنا في الحلقات الماضية الطالب
طالب أنس محمود وهدان. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأهلا بك أخ محمود أيضا. الله يحفظك. أولا جزاك الله خيرا على تربية ولدك على القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك هذا في الدنيا والآخرة. آمين آمين يا رب. كيف حالك أنس؟ الحمد لله. أول شيء عرفنا عن نفسك يا أنس، أي صف؟ صف الثامن. الصف الثامن. طيب أنس، إيش تحفظ من القرآن؟ إيش تعلمت من القرآن حتى الآن؟ يعني حتى لو كانت قراءة عن يعني من المصحف ليست غيبا، إيش تعلمت حتى الآن؟ أنا حافظ 5 أجزاء. جميل. وبرمضان قرأت القرآن كامل. طيب إيش الأجزاء اللي بتعرف تقرأهم يا أنس؟ 5 أجزاء. إيش هم؟ جزء عمة. جميل. جزء تبارك، قد سمع، والذاريات، والأحقاف. جميل. طيب سمعنا شيء من القرآن يلا. أي سورة ستقرأ؟ قاف. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم
خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون قراءتك جميلة يا أنس أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منك هذه القراءة ابتداء يعني أقول يا أنس جزاك الله خيرا على اهتمامك في القرآن ونريد منك يا أنس أن تستمر يعني في تعلم القرآن وأن تستمر في الذهاب إلى دور القرآن وأن تستمر حتى تنهي هذا الكتاب كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في عالي سماء أيضا نريد منك أن تستمر معنا أيضا في كلما قرأت شيئا جديدا تعلمت شيئا جديدا نريد منك إيش أن تتصل معنا وتسمعنا الشيء الجديد بالقراءة الجميلة أيضا أخ محمود جزاك الله خيرا على تربية أبنائك يعني عبر هذه القناة نقول لك تحية إكبار وإجلال لك على اهتمامك بأبنائك وتحفيظهم وتعليمهم كتاب الله عز وجل جزاكم الله خيرا طبعا الوقت انتهى معنا ويعني كان بودنا أن نستمر معكم أكثر من هذا إن شاء الله لكن الوقت يعني داهمنا الله يحفظك الله يجزيك خير أيها الإخوة الأخوات لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونرجوه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع برنامج تغنى ورتل البرنامج القرآني الأول عربيا على الفضائيات والذي يختص بالصغار تحديدا برنامج يستقبل اتصالات أولادكم وبناتكم طيلة زمن الحلقة برنامج يستضيف المتصلين ممن تكون قراءتهم طيبة برنامج نعيش فيه معكم مع وحي السماء مع كلام الله سبحانه وتعالى من إعداد وتقديم أيمن جمعة برنامج يأتيكم في كل يوم جمعة من الساعة 5 إلى 6:30 مساء ويعاد يوم السبت قبل الظهيرة